العلماء في العاصمة البريطانية لندن يعملون ليل نهار على اختراع مواد جديدة يمكن استخدامها في أدوات التصوير المختلفة، وعلى رأسها الأجهزة الطبية مثل مناظير العمليات الجراحية داخل الرحم. للأسبوع الثاني يواصل محمد طه اكتشاف تقنيات وتطبيقات تلك المناظير التي يمكن أن تعطي جودة تصوير عالية تمكن الأطباء من إجراء عمليات جراحية لم يكن استخدامها ممكنا من قبل. العمليات التي تجرى على الأجنة تحتاج إلى جهد مستمر لتحسين نسبة نجاح هذه العمليات. الجراحون في هذه العمليات لا يستطيعون فتح الرحم، وإنما يعتمدون على مناظير كهذه للدخول داخل الرحم، ويعتمدون في إجراءاتهم على الصور التي يحصلون عليها من داخل الرحم. أنا هنا في معمل الأبحاث الخاص بكلية الهندسة في جامعة UCL هنا في لندن، وألتقي بأحد علماء التصوير الطبي وهو جوش كون، الذي سيخبرنا عن التطورات الحادثة في مسألة الحصول على صور فائقة الجودة من داخل الأرحام. أهلا بك جوش. Welcome جوش. Thank you. شكرا جوش كون على استضافتنا هنا في معملك لتخبرنا عن التطورات الحادثة والجهود التي تبذلونها لتطوير الصور التي نحصل عليها من داخل الأرحام. هل يمكن أن تخبرني بالضبط ما الذي تفعلونه هنا لتطوير هذه الصور؟ Our team develops medical imaging methods that rely on visual information. يعمل فريقنا على تطوير أساليب تصوير رقمية تعتمد على معلومات بصرية، والمعلومات البصرية التي نحصل عليها من الأدوات الطبية ليست دائما دقيقة. فعلى سبيل المثال نرى تصوير الفيديو هذا من جهاز المنظار، وكنتيجة لتشوه بصري فإن الخطوط المستقيمة تلتوي وتبدو وكأنها مستديرة. لقد أنتجنا أداة صغيرة تسمح بالتعامل مع هذه التأثيرات غير المرغوب فيها، وهذه الأداة مصنوعة من مادة طبية بحيث يمكن أن تستخدم في العمليات الجراحية دون المساس بتعقيم العملية. هل يمكن تخبرنا أكثر عن تفاصيل هذه الأداة التي طورتموها، وما هي التقنيات التي تعتمد عليها؟ هذه هي الأداة الصغيرة المصنوعة من الستانلس ستيل الطبي، وبالتالي يمكن استخدامها بأمان في العمليات الجراحية، وهي تعمل مع تطبيقات عادية تعتمد على الكشف عن المناطق الدائرية. هل يمكن أن نشاهد عمليا كيف تؤدي هذه الأداة لتحسين الصورة؟ So we just place this calibration target in a small. عند وضع هذه الأداة في الماء أو في أي سائل آخر ونجعلها مع التطبيق الخاص بها تساعدنا على مشاهدة هذا الشكل. وبمجرد الانتهاء من المواءمة بين الاثنين نطلب من التطبيق أن يقوم بالمعايرة. هكذا يمكن أن ترى كيف عادت الخطوط المستديرة لتكون مستقيمة. أحد العوامل الأخرى التي تساعد على الحصول على صور جيدة من داخل الرحم وبالتالي إجراء العمليات الجراحية على الأجنة بنجاح هو الذكاء الاصطناعي. توم أحد الباحثين هنا في جامعة UCL في لندن سيخبرنا عن ابتكاراته في مجال الذكاء الاصطناعي والمتعلق بتصوير الأجنة داخل الأرحام. اطلعت من قبل على تقنياتنا في مجال الأجهزة وفي مجال التصوير، وما نحاول القيام به بالذكاء الاصطناعي هو تقريب هذين الأمرين معا أثناء الجراحة. فما نقوم به هو استخدام الصور التي نحصل عليها من الكاميرا، ثم استخلاص معلومات عالية الدقة مثل موقع الأدوات الطبية وكيف تتحرك، وتحويل هذه المعلومات إلى خوارزميات تساعد الجراح على القيام بتحريك الأدوات بالطريقة السليمة. وهل يمكن أن تعطينا نموذجا عمليا على كيف يحدث ذلك؟
أحد الأمثلة هي المسافة بين طرف جهاز المنظار والمشيمة، فمن المهم للغاية للجراح أن يتحكم في هذه المسافة حتى يتمكن من علاج الأوعية التي تربط بين التوأمين، لكنه من الصعب للغاية تقييم هذه المسافة. وما نقوم بعمله هو استخراج المعلومات من الصور ومعرفة المسافة المثالية التي يجب أن تكون بين الأداة والمشيمة، والتأكيد على الجراح على الإبقاء على هذه المسافة، وهذا يحسن نتيجة العملية. هل يمكن أن تشرح لنا ما تقوله هذا عن الذكاء الاصطناعي على الجراحة التي نراها أمامنا الآن؟ ما نشاهده هنا هذا أمر مختلف، فهي عملية جراحية في المخ، لكنها توضح الكثير من الخصائص التي نشاهدها في الجنين. فهناك أدوات نرغب في معرفة موضعها بدقة، وما نشاهده على الشاشة هي جراحة أثناء حدوثها، وما نقوم بعمل هو تحديد موقع الأدوات المستخدمة. والفريد فيما نقوم به هو أننا نقوم به بصورة آنية، وبالتالي نستطيع مساعدة الجراح. ولكن في الماضي لم نكن نرى الأدوات، كنا نرى فقط الجزء من الجسم الذي يتم إجراء الجراحة عليه. في السابق كنا نرى الصور، ولكننا لم يكن لدينا أي معلومات عن هذه الصور لإجراء معالجات أخرى، ومن الصعب على أي كمبيوتر أن يستخدم صورا فقط لمعرفة حركة الأدوات. وما يساعد هنا هو استخلاص معلومات رئيسية من الصور وتحويلها إلى معلومات عن مواقع الأدوات التي تسهل الأمر على الجراح أو حتى على إنسان آلي يقوم بالعمليات. Position information which is very easy to use for an algorithm for a robot, for example.